أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف وإلى متابعة الأخبار الألعاب الأخرى، حيث أعربت آية الشامي لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي وأفضل لاعبة لعام 2017 عن سعادتها الغامرة بفوزها بجائزة أفضل لاعبة، مؤكدة إنه شرف كبير لأي لاعبة أن تفوز بهذا اللقب. وقالت آية الشامي إنها كانت تتمنى فوز نهلة سامح كابتن الفريق أو فريدة العزقلاني والصاعدة الواعدة نور ياسين بلقب أفضل لاعبة، وأضافت آية أن المسؤولية أصبحت أكبر بعد الفوز بهذا اللقب، مشيرة إلى أن الفريق لن يفرط في البطولة الأفريقية هذا العام. أعربت دينا عمرو كابتن الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي وأفضل لاعبة لعام 2017 عن سعادتها الكبيرة بفوزها باللقب، مشيرة إلى أنه شرف كبير أن تفوز بهذا اللقب في أول مرة تترشح له. وأكدت دينا عمرو أن الإعلام والجمهور كان لهم دورا كبيرا في حصولها على هذا اللقب، لافتة إلى أن الألعاب الجماعية لم تصبح ألعابا شهيدة كما كانوا يطلقون عليها من قبل، مؤكدة أن متابعة الجماهير الأهلي لها شرف كبير. عبر خالد العوضي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ورئيس بعثة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون عن سعادته بتحقيق الفوز الثاني على التوالي أمام منتخب نيجيريا خلال اللقاء الذي جمعهما أمس في صالة قصر الرياضة بالعاصمة الجابونية ليبرافيل. وأضاف العوضي أن لاعبي المنتخب لديهم إصرار على حسم اللقب وأن الفوز أمام المغرب ثم نيجيريا منحهم دفعة معنوية كبيرة. اختتمت بمحافظة الأقصر اليوم النسخة الرابعة من ماراثون زايد الخيري